ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم على 10 نصايح للمحافظة على مستوى ضغط الدم وتقليل مستوى ارتفاع ضغط الدم. أول حاجة، إذا كنا متابعين مع طبيب أو دكتور لعلاج ارتفاع ضغط الدم، إن احنا نواظب على أخذ الدواء بتاع ضغط الدم. تاني حاجة، الابتعاد عن التدخين، توقيف التدخين. تالت حاجة، تقليل استخدام الكافيين أو المنتجات اللي فيها كافيين زي القهوة والشاي وغيره. رابع حاجة، عدم استهلاك أي مشروبات كحولية. خامس حاجة، عندنا الأكل. عندنا ممكن استهلاك البوتاسيوم والتقليل من الصوديوم. البوتاسيوم ما هنلاقيه موجود في خضروات كتير، موجود في الموز والصوديوم هو الملح. تقليل استخدام الملح بيساعد كتير جدا على تقليل ضغط الدم. سادس حاجة برضو عندنا في الأكل، استهلاك البروتينات المفيدة اللي مثلا موجودة في الأسماك وموجودة في المكسرات. بالنسبة للبروتينات والبوتاسيوم، القاعدة دي بتختلف عند الناس اللي عندها أمراض في الكلى، لأنها بتأثر على الكلى، ففي الحالة دي لازم يرجعوا للطبيب ويشوفوا قد إيه الكميات اللي ممكن يستهلكوها. طيب، سابع حاجة وهي تقليل من الاسترس. والتقليل من الاسترس أو الضغط النفسي ده بيجي بالاهتمام بالراحة النفسية والجانب الروحاني أو الروحي، لأن ده بيساعد كتير جدا على الراحة النفسية، وبالتالي بيقلل الاسترس وبيقلل مستويات ضغط الدم. تامن حاجة عندنا وهي التقليل من استهلاك المواد المصنعة أو الأغذية المصنعة اللي تم مثلا قليها في الزيت، أو الأكلات اللي بتتشرى من بره، البيتزا وهكذا، وتقليل كميات السكر. تاسع حاجة وهي إن إحنا ممكن ناكل الشوكولاتة الغامقة اللي هي دارك شوكليت. دارك شوكليت تم في الدراسات وجود إن هي بتساعد على تقليل مستويات ضغط الدم. يعني دارك شوكولات غير الشوكولاتة العادية ممكن استهلاكها. وعاشر وآخر حاجة وهي المواظبة على التمارين الرياضية واللياقة بتاعة الجسم على الأقل 40 دقيقة مثلا في اليوم، وده داخل في المشي وداخل في الجري أو ركوب العجل أو الدراجات بدل من مثلا ركوب المواصلات أو السيارات. ده كان كلامنا النهاردة، شكرا، أشوفكم المرة الجاية إن شاء الله.